مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. مطبخي مطبخ ابي اليوم رجعنا لكم بفكره بسيطه خفيفه سريعه، هي طريقه تقديم الجبنه مع الخيار والبندوره. طريقه يمكن جديده لبعض الناس، وبعض الناس بيعرفوها، بس اللي بيعرفوها حابه بذكركم فيها. اليوم راح استخدم انا جبن ماعز، فيكم تستخدموا اي جبنه متوفره عندكم، بس انا بفضل تكون الجبنه مالحه. وأنا هرستها للجبنة، وهلأ رح أضيف البندورة المفرومة. وعلى ما أضيف البندورة حابة رحب فيكن كلكن وقلكن أهلا وسهلا مرة تانية بالقناة، وللناس الجديدة اللي أول مرة عم تشوف الفيديوهاتي بتمنى أنه تشتركوا بالقناة إذا عجبكن محتوى القناة وإذا عجبكن الفيديو. وللناس اللي هي دايما معي ومساندتني يعطيكن العافية وشكرا كتير. لا تنسوا تضغطوا لايك وتعملوا شير للفيديو. هلأ بعد ما أنا حطيت البندورة عم ضيف كمان خيار مفروم. طبعا فيكن ضيفوا اللي بدكن إياه، فيكن ضيفوا إذا بدكن زيتون تشيلوا البزر وتقطعوه وتضيفوا بالنص، بس حبيت أعمل أنا هيك فيديو خفيف سريع وفكرة مثل ما قلت لكم على بتقدروا تطبقوها تحطوها على الترويقة هيدي من الجبنة، أو على العشاء سندويشة تاخدوها معكم على الدوام مثل ما بدكم. وبعد ما ضفت الزيت صارت جاهزة، ولا أطيب ولا أسرع ولا يعني ألذ. قدمتها مع الزيتون وصحن خضرة، وعم نجهز الشاي والخبز أنا والماما، وراح أبقى أعملكم فيديوهات خاصة هيك بس الأفكار للترويقة. وإذا عندكم أي سؤال بتمنى تكتبوا لي بصندوق التعليقات تحت، أو تتواصلوا معي على مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا، وانطرونا بالفيديو الجاي، وباي باي.